على الطبيعة حلوة؟ لا يا حبيبي، بيت خويتي. أقول الفقه عدوهم يا عزتيلة. أسكت ساكت، ده ما تدخلقي. تفضلوا يا حبايبي. قلت لك أنا ولا ما قلت لك؟ تجي مساعدة يا أختي؟ أي والله، كفر سيارتنا مبنشر. إيه لا، موضوعه سهل، نبي نتصل على التطبيق إن شاء الله نطلب لكم سيارة تجي تزينة الكفر، ومو مطولين إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا يا أقول وش اللي شفناه؟ وش السعر ذا؟ لعلي ما أدري. يعني أنا متأكدة إنها أجنبية، ما هن سعوديات. بالخليج يسوقن. بالخليج يسوقن يسوقن بالديرة عندنا. لا أدري. واللي جو ذولي؟ هذا اللي أنا أقوله. إيه؟ الحين هذولا الهيئة ولا يهيئ لي؟ لا هيئة. والله هي. بشوف لوحتهم إلا شاي بس. صدق اللي شفناه؟ إيه بس الحمد لله، خلنا أصل البيت ونريح ونشوش حنا عليه الدنيا من قلبه. في شيء ما أدري وش. ها؟ ما أدري والله. كمان تبغى تصير يعني تتحكم في مستقبل ولدي؟ لا يا حبيبي، بعيد على شنبك. بعيد عليه؟ ايوه بعيد على شنبك. على شنبي يعني؟ ايوه. انت يا بواه ايش بك؟ مو عاجبك الكلام اللي اقوله؟ اسعد الصغير. ايوه حيطلع ضابط. اسعد الصغير حيطلع لاعب زي كريستيانو، ايش رايك؟ انت ايش رايك؟ ايوه. انا لما اقول كلمه ايوه ما احب اكررها، اصعد الصغير ايوه حيطلع ضابط. يطلع كريستيانو. اسحب السياره منك. ايش يطلع اسعد؟ ضابط يانو. ما اسمعك. زابط يانو. يا مرحبا باللي رجع عقب غيبه. عدنان هو اللي قلت عدنان. هو مننا من دون شك وريبه، وعندي على ما اقول صك وبرهان. تاجر وله راي سديد وهيبه، مجمل الربعه وسط كل الميدان. الله صحصح لسانك يا راعي المشاعر الرهيبة. شعيرك مع الشعار راف همبه روس القبيلة. زحاحيل محاحيل فحاحيل، زحاحين المحاحين فحاحين نحاحيش حرافيش خفافيش، نحاحيش خفافيش خفافيش عدوهم يا عزتيلة. الشيخ عدنان كان وده يقول كلمة بهالمناسبة، فليتفضل الشيخ عدنان. والله يا الحوات الغانمة، والله يا عظام الرقبة، الواحد والله ما عاد يقدر يعبر عن مشاعره بهال. أنتم أزوتنا، الله العظيم الله أنكم أزوتنا. وشني بقول لك الرجال يعني اللي ما عنده أزوة يعني مثل العنز اللي
خبيث النسمة. شيخ عدل. تصدق يا أبو سليمان شب شب ولا أسمع حسك أشق حلجك شد. اسكت 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 شب. لا تزعل. أبشر أبو مساعد. أبيه وش أزين ما فيك؟ إيه قل لي وش أزين ما فيك؟ ده ما تدخلقي. لا والله ها. أزين ما فيك إنك رخيص وخسيس. أفا إيه رخيص وخسيس. تامر أمر يا أبو سليمان اللي تقوله هو الصحيح. أنت وأختك هذه فاشينيستا سوسو. سوسو اسمها سوسو عالطبيعة حلوة. والله شيء هي طلق قبل من زوجها. والله ما سألت. ها سألت نشوف. ما قلت لك لا تمشي مع ولدي؟ قلت لك ولا ما قلت لك؟ قلت لك أنا ولا ما قلت لك؟ ما قلت لك أنا إذا مشيت مع ولدي بمسح وجهك التراب. اسمعني زين والله إذا مشيت مع ولدي مرة ثانية والله لأكسر يديك ورجليك. هذا الكلام لي؟ الكلام هذا لك. الكلام هذا موجه لك. وإذا ما عجبك على وجهك يا كم تفل ذي لي زيادة عليها ما أنا أبونا رباك. قد الحركة ذي وزيادة عليها. العذاب ده شنو؟ انتوا بشر انتوا؟ لا والله ما بشر. والله ما بشر. واحد واحد لسه مهندس تجننوه كده؟ اسكت ساكت اسكت ساكت اسكت ساكت. والله والله ما ببقى ود ابوي. والله ما ببقى ود ابوي. كان قنبت هنا دقيقة زيادة. الله الله الله. اسكت ساكت اسكت ساكت اسكت ساكت. بلا بشكلك تحرقكم واحد واحد. ايش تعرف ايش تعرف ايش تعرف؟ كلم انت كلم انت. ايش شروطك؟ شروطك اي شروط؟ احراتك شهرين كلمك حق من حقها. في امان الله. واخيتي الله يرحمها اللي رزتك وعزتك. صحيح. ولا والله قبل ما تاخذك يا ابو فهد ما تسوى مالي بطنك. ما في شيء. ايه حالك 7 سنين ما غيرتها وثوبك وسخ. صحيح. اللي يشوفك يقول تحل عليها صدقه. صحيح. بس اخيتي الله يرحمها نظفتك. صحيح. ولبستك. صحيح. وخلتك رجال من الرجاجيل. صحيح. ايه والاول الدربي راسكك مختم وراها ما تدري وش السالفه. اقول الفقه وعض على الشحمه. تفضلوا يا حبايبي. ايش صاير؟ تفضلوا. اربع اربع وتمخطري يا عروسه. تفضلوا تفضل يا حبيبتي. يا هلا عطنا صوره يا. شو عندك جالس في هالبيت؟ بيت خويتي انا حر. عندكم اعتراض؟ طيب يبا أنت اللي قايل لي أحول 110,000 يسمونه؟ إيه نعم. يلا يلا تقلعوا الملك بيجي بعد شوي. الملك؟ بعد الموضوع فيه ملك؟ شوف يبا إذا بتتزوج على عيني وعلى راسي أنا ما عندي أي اعتراض، بس تتزوج بهالطريقة واحدة مستغلتك أنا ما أرضى. نو واي. أبيها تستغلني؟ عاجبني الاستغلال؟ جعل ما يسرقني اللهي. ما شاء الله هذول يا رجاجيلك؟ صحيح فعلا هذا زوجي الأولي المرحوم رحمة الله عليه سعود.
يعطيك العافية. وجه اسم اللي عليه ما شاء الله زوجي سلطان زوجي الثاني. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. والله واضح عليهم شي قدية. كانوا حتى كاسة الموية ما يشيلونها للعلم يعني، لكن قالوها. قالوها أبائنا وجدادنا الأولين. تبي تسمعين الرجال جيبي على راسه رجال ثاني.